بفطن أولي بسوريا، نقعد مثلا نحطها السفرة، ما بقلنا شيء، ما عنا شيء، لا عنا حرب، لا عنا مثلا نفكر بدي يصير علينا هالشيء، ما نحطه ببالنا طاول. كان عيشتنا كويسة يعني، عايشين سوا. يوم صارت هالثورة جينا لهون، فتنا وصلنا 7 سنين وما بقى يقولوا نهار نهارين، بكرة بخلص الحرب، بكرة نرجع بيوتنا. 7 سنين عم بقول عدت علينا. قبل كرت الهلال يشتغلوا الأولاد يعني، يقدموا معيشة يعني، يا الله ويا الله ويلحق ندين. كرت الهلال الحمد لله شوي صار أحسن، بساوي ملوخية، أي شغلة، أي طبخة. تعلمت من أمي شوي، من حماتي شوي، بلشت وعلمت بناتي على هالمبدأ هذا. بحب يعني كمان أطعمي ولادي خواتي، بجي بحطها السفرة، بقدمهم كليتن، كل ما بركوا على السفرة هني ونسوان ولادي، بطلع فيهم بقدم تأكل، ما بشتهي أكل، بفرح عليهم عم ياكلوا عندي.